مصري في برنامجكم حتى لتسعة متاع الصباح. اليوم المؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس في المؤتمر العام 25 الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس. حضر معنا على عين المكان في المباشر السيد محمد علي بغدير الامين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل. صباح النور ومرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. صباح النور، صباح الفل صديقي وسيم. نحن في الطريق يعني إلى جهة صفاقس لحضور هذا المؤتمر الذي أثار الكثير من الحبر والكثير يعني من الفرقة والكثير من الألم. كلام قوي تقريبا، معناتها كنت نقول لك اثار برشا جدل. كان تعطينا تفاصيلك، دخلت في صلب الموضوع. سي محمد علي بوغديري، المؤتمر هذايا علاش اثار كثير من الالم؟ كلمه قويه. اثار كثير من الالم لان هذا المؤتمر هو مبني على مخرجات مؤتمر استثنائي غير انتخابي، لم تشهد له لا الحركة النقابية ولا المنظمات يعني في العالم أن يكون مؤتمر غير انتخابي، وهو بذاته يعني من نتيجة لانعقاد مجلس وطني قبل عامين اللي دعا إلى تغيير إلى عقد هذا المؤتمر الاستثنائي الغير انتخابي ليغير فيه القانون من أجل مصلحة مجموعة من القيادة النقابية اللي أرادت أن تمدد، أرادت أن تبقى في أماكنها رغم أن القانون الأساسي للاتحاد يمنع ذلك. في الاتحاد هناك تحديد للدورات دورتين لا أكثر، غادروا بهذا القانون خيرة النقابيين في 2011، غادر الأخ عبد السلام جراد وثمانية من زملائه من فهم عبيد البريكي، محمد طرابلسي، محمد سعد، رضا بوزريبة، محمد شندول إلى غير ذلك. وفي 2017 غادر من تحصل جائزة نوبل للسلام لحسين العباسي الأخ بلقاسم العياري والأخ مولي جندوبي بفعل هذا القانون الفصل 20، معناها لم يفكروا أن يغير القانون باش يبقوا ويمدوا لأرواحهم. مع الأسف هذه هي القيادة، زملائي في المكتب التنفيذي رأوا غير ذلك وسعوا بطرق غير معقولة وغير ما يعني نمطية من أجل أن يخلقوا قانون جديد، يبدلوا القانون في منتصف الطريق ليسمحوا للرواح بالترشح، وهذا يبعث على بالفعل على الفرقة، وهذا يبعث على الحزن، وهذا يبحث على القلق والانشغال على المنظمة ومستقبلها. سي محمد علي بوغديري، اليوم في الظروف هذه باش ينطلق اذا المؤتمر 25 الاتحاد العام التونسي للشغل، شنو ينجم يبدل المؤتمر هذا كما كنت تقول؟ شنو ينجم يبدل المؤتمر هذا؟ القوى النقابية يعني دعت منذ سنتين، ونحن يعني نتواصل منذ سنتين، نحن ندعو إلى تغريب مصلحة العقل والحكمة والمحافظة على وحدة الحركة النقابية، ولكن لا حياة لمن تنادي. ذهبوا قدما في اتجاه هذا المؤتمر، سموه المؤتمر 25، وقال أنا أعوذ بالله من كلمة أنا طلعت المكتب التنفيذي في المؤتمر 23 في 2017، وبين مؤتمر ومؤتمر 5 سنين، معناها هذا المؤتمر 25 جاء بعد 5 سنين، يعني ثم مؤتمر في الوسط وقع اللي هو مؤتمر غير مألوف وكما قلت غير معهود وبطريقة أخرى مختلفة تماما. هناك يعني قلق، هناك انشغال كبير في القواعد النقابية. المؤتمر هذا باش يحضروه أكثر من 550 نائب من كل الجهات، ملتصقين بالعمالهم، النواب القادمون هم منتشرين على الميدان، هم من يتحمل المعاناة الحقيقية على الأرض في كل القطاعات، أكيد باش يكون عندهم رأي، وأكيد معناها باش يعملوا على تصويب البوصلة، وأكيد باش يكون نقاشهم عميق وثري، وما نتصورش باش يجوا يحضروا ويعني ربما ينساقوا وراء بعض المسؤولين اللي نجموا معناها يهزوهم في التاريخ، اللي نجم يكون غلط، ومعناها يتعاملوا معهم بطريقة انت استغباء وانت تجاهل وانت استحقار.
النواب اللي يحضروا نعرف أشاوس الاتحاد منتشرين في كل جهة، منتشرين في كل يعني القطاعات والجهات، وفرصة حقيقية للمحافظة على المنظمة، فرصة حقيقية للدفاع عليها، فرصة حقيقية حتى يبقى الاتحاد منظمة مرجعية للمنظمات في تونس. دورها كبير في هذا الزمن الصعب بالنسبة لتونس وبالنسبة للشعب. الشعب التونسي يحبها منظمة وينتظرها منظمة فوق الشبهات، منظمة تلعب دورها في المساعدة على الخروج بالبلاد من هذا الوضع الصعب اللي هي فيه. ولكن اللي صار معناتها ما صارش بطريقة غير قانونية سي محمد علي بوغديري، إذا صار يعني ممكن يصير اليوم، شنو اللي يمنع؟ لا بالفعل هو اللي صار مهزلة حقيقية في تاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل. ما نعرفش أنت شفت طريقة التصويت في المجلس الوطني اللي انعقد في أوت 2020، تصويت من أجل تغيير معناها قانون أساسي، تصويت من أجل الدعوة إلى مؤتمر استثنائي غير انتخابي اللي هو باش تستفيد فيه مجموعة اللي تريد أن تمدد لنفسها وتؤبد لنفسها. رأيت طريقة التصويت أمام أنظار الأمين العام للاتحاد العام للشغل، هل رأيت في حياتك أن تشوف التصويت قدام من هو سيستفيد من هذا التغيير على مرأة وعلى نفس الطاولة وأمام أنظر الملاحظين والمتابعين؟ ما وقعش تصويت سري، حتى هو كان تصويت حتى كان هو سري هو غير قانوني، ولكن على الأقل احتراما لإرادة الناخبين وإرادة أعضاء المجلس الوطني يقع تصويت على مرأى ومسمع من القيادة النقابية. هذا يتجاوز معناها أثار حفيظة العديد من النقابيين والمتابعين، وعمرها لو قع أن هناك مؤتمر غير انتخابي. من يقول مؤتمر يقول انتخابات، لأن حتى في الدعوة إلى المؤتمر فيه تواريخ، فيه آجال لتقديم الترشحات، كيف ستكون الطريقة، من سيشرف، من سيتثبت من صحة النيابات والترشحات إلى غير ذلك. هذا ما وقعش، وبالتالي معناها هي خطوة غالطة، خطوة كانت غير محسوبة العواقب. نبهنا إلى خطورتها لأنها تنجم تخلق شرخ داخل الحركة النقابية، وهنا نشوفه فيه اليوم. ما ينجمش واحد معناها ينكر أن هناك انقسام حاد داخل الهياكل النقابية والمناضلين النقابيين اللي يلزمهم جهد كبير ويلزم بالحق عمل جبار باش ترجع الأمور إلى طريقتها، حتى يكون الاتحاد معافى ومؤثر في محيطه وفاعل في المستقبل. اللي كما قلت لك تونس تستحق الاتحاد، الاتحاد هذا ملك للشعب التونسي. وفرحات حشاد قال أحبك يا شعب، ما قالش أحبكم يا عمال فقط، كل أبناء الشعب وقطاعاته. الاتحاد يقرب وجهات النظر، الاتحاد يبحث عن الحلول، الاتحاد يبحث على مخارج وحلول للأزمات، خاصة عمرها ما كان الاتحاد هو اللي يعمل المشاكل ولا يعمل الإشكاليات. الاتحاد يحل المشاكل ويساعد ويدفع في الاتجاه الوطني اللي الشعب ما يكون في حاجة ليه، خاصة في الظرف هذا. إن شاء الله تونس فيه على الطريق الصحيح. واضح. بالنسبة ليكم اليوم تو برشا مستمعين متفاعلين يقولوا معناتها الدور اللي لعبه الاتحاد، وكي تسمع الكلام هذايا معناتها يقول لك اليوم جزء معناتها من المشاكل اللي تمر بها البلاد كان بالعكس معناتها سبب فيها الاتحاد هذايا، موضوع معناتها ديما يرجعوا ديما تجاوبوا عليه ذولي وديما تتفاعلوا معه، ويقول لك اليوم معناتها شنو هو تداعيات هالأزمة هذه في الاتحاد العام تونسي للشغل، وانت بنفسك مترشح ولا لا سي محمد علي بوغديري اليوم؟ أنا رغم أني القانون يسمح لي باش نترشح لأني مضيت عهدة واحدة، ولكن أنا أثرت على نفسي أني أترشح لأني لازم أكون متصالح مع ذاتي مع نفسي. كيفاش نقول هو المؤتمر هذايا مخالف القانون ونجي نترشح فيه وأتسابق على مقعد؟ أنا لا تعنيني المقاعد ولا الكراسي، نحن في الاتحاد ندافع على قناعات على مبادئ، نحن باش جينا نفهم سي نظام محمد علي، فقط يعني هو مهنية القانون تو الداخلي النظام الداخلي تبدل هكا ولا ايه؟ بدل، ولكن رغم ان نحن معناها بالفعل من بين الانقسامات الوقت وقت عندها عامين الحكايه،
نحن اثرنا انا ونقاوم من الداخل والناظم الداخل، ما فماش اجتماع ما يتجبدش فيه الحكايه هذه، وراوا لازم نبدلوا ردوا بالك مولانا غالطين وننبهوا الى خطوره هذا الوضع. اما انت كما هناك من تترشحش اخطاء المره هذه عليها من يعني ماكش باش القضاء، تترشح في المستقبل، اذا حبيت نفهم لانه القانون تو تبدل. ممكن يترشح هذا المؤتمر ما ترشحتش فيه اي لانه بالحق غير وشنو اللي مشروع. يخليك تترشح ممكن في المستقبل؟ خاطر فاهم مبدئيا ممكن باش ترشح في المستقبل، شنو اللي يخليك ترشح إذا نفس كان القانون نفس أي مؤتمر يكون فيه احترام للقانون لروبير نتاع الاتحاد واحترام للناخبين بالفعل، بيان سور من الحق بعد ما انخرط وتوفر فيه الشروط النجم نترشح، لكن ما نترشحش في حاجة غير قانونية. حبيت نقول لك حاجة أخرى، خلينا نفهم هناك محمد علي باش نفهمه، باش نفهمه معاك. القانون تبدل، تبدل نهائيا لا، يعني. القانون هذا نحن ما زلنا متمسكين بان يلزم تخلي عليه تبدل، لان اولا تم معارضه داخليه قويه، اثنين هناك مجموعه من النقابيين الذين حاولوا وجربوا وحبوا يعدلوا البوصله ما نجموش، التحقوا مشوا قدموا قضايا لدى المحاكم، ومع الاسف ان تقدم بالاتحاد قضايا هو مش بالاتحاد، هو بالناس اللي تجاوزت القانون، والمحكمه الابتدائيه بتونس تعرف الاتحاد هو منظمه ويخضع الى قانون المنظمات والجمعيات وبالتالي محكوم بالقانون. واضح. 6 فبراير الناس اللي تعيط وتقول والله الاتحاد معناها لا يتدخل فيه القضاء، الاتحاد ليس دوله داخل الدوله، هو من جمله معناها عنصر من بين المنظمات الموجوده في تونس ويخضع للقانون هذا، وحتى القانون الدولي اللي يقول ان المنظمات تخضع لقوانين بلادها، وبالتالي ثم حكم قضائي صدر 25 جويليه ابتدائي هو يؤكد ان مخارج المجلس الوطني باطله، وما بني على باطل فهو باطل، يعني المركزيه النقابيه استأنفت هذا الحكم. طيب انت استأنفت هذا الحكم، اذا اعترفت به، عوض ان تنتظر ان يصدر حكم الاستئناف، يعني تسارع الى عقد هذا المؤتمر، ما ثم موجب، ما ثمش موجب لهذا التسرع غير ان معناها محاولة فرض الأمر الواقع وإظهار أن الأمور حسمت، ولكن مش صحيح. يعني النضال سيتواصل من الداخل وفي صفوف العمال وفي صفوف النقابيين، وسيتواصل بالفعل من الجانب الآخر القضائي، وسيتواصل على كل الجبهات. هذه المنظمة هي أمانة في يد النقابيين، هذه المنظمة هي بالفعل نبراس في هذا الوطن، هي رمز حقيقي لن نتخلى عنه ونبقى متمسكين به وندافع عليه حتى آخر رمق. سي محمد علي، تحبوا التراجع يعني ثم التراجع على التغيير هذا اللي صار، والتراجع يصير في المؤتمر اللي باش ينطلق اليوم، ولا كيفاش؟ اذا حبيت نفهم. لا اكزاكتومون، احنا حبينا ان المؤتمر هذا يتأجل حتى نلقوا حلول داخلنا ويقع حوار داخلي بين النقابيين، وعندنا حكماء في الحركه النقابيه في الاتحاد وغيره معناها اللي عندهم باع وذراع، ونستنوا زاد الحكم هذا نتاع الاستئناف ينجم ياثر. تصور انت لو كان غدوه الحكم الاستئناف معناها يكون مثبت الحكم الابتدائي، كيف سيكون حال القيادة القادمة اللي هي ستكون غير شرعية، غير قادرة حتى على التصرف في معناها أموال الاتحاد وتسييره، وتصور كيف سيكون مآل الاتحاد العام التونسي للشؤون. فنحن هنا تفاديا لهذا اجل ننتظروا شوي ونشوفوا كيفاش حل ومخرج. لكن المؤتمر باش يصير اليوم، المؤتمر باش حتى يصير كان يصير المؤتمر، حتى كان نحن سنعمل كل ما في وسعنا طبعا مع النواب لتدارس هذا الأمر للتفكير بعمق بكل اخوه، نحن تجمعنا اخوه، تجمعنا علاقات نضال مع كل اللي باش يكونوا حاضرين في هذا المؤتمر لايجاد المخارج، والمؤتمر فرصه للنقاش وللحوار ولايجاد المخارج، والنقابين معروفين بتجاوز الازمات وايجاد حلول، وهذا ممكن. والمؤتمر تعرف ان المؤتمر هو سيد نفسه. المؤتمر هو سيد نفسه، يعني النواب من الداخل لهم الحق في اتخاذ القرار الذي يرونه. لو النواب رأوا أن لابد من التريث ونحن لسنا في الطريق الصحيح يمكن أن يكون ذلك، ولكن وهذا باهي برشا لأن ماشي يخلينا نتجنبوا مخاطر يعني خصام آخر ومعارك أخرى، الاتحاد في غنى عنها والبلاد في غنى عنها. ولكن إذا كان هذا ما مشاش طبعا تبقى الطرق الأخرى النضالية، سواء من داخل المنظمة أو من خارجها أو في يعني الخطوط يعني مع المنخرطين ومع القواعد العمالية
المناضله القواعد العماليه اللي هي تعمل في يعني بالفكر والساعد، واللي هي مدافعه عن الاتحاد العام التونسي للشغل. يعني في الحقيقه نحن في مازق حقيقي، نتمنى بالفعل ان النواب يكونوا عند هذه المحطه التاريخيه، محطه غير عاديه غير مالوفه، دورهم يكونوا مركزين مليح ويعرفوا كيفاش ينجموا يلقوا المخارج. انا ما عنديش امر لهم ولا فكر نحب نفرضها عليهم ولا غيره، ولكن هم عندهم الفرصه لان موجودين من كل الجهات ومن كل القطاعات، ولهم من القدرات ومن الحكمه ومن العقل اللي ينجموا يلقوا المخرج الصحيح. واضح. شكرا لك سيد محمد علي بوغديري، امين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، عندما دخلتك معنا اليوم الصباح في صفاقس. نذكر المؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل ينطلق اليوم في دورته 25، المؤتمر العام 25. شكرا لك سيد محمد علي بوغديري. شكرا، تحياتي. اقعدوا معنا مستمعينا، توتسويت نمشي مع التذكير على راس الساعه في محاضره، ثم موعد لفلاش بورس، وراجعين بعد شويه مع نطق فلاش شانج، سامحوني، شكرا رانيا، وثم راجعين مع نطق رسمي باسم